اللجنة عزيز المصري دايرة الطلبية. أنا الحاج يوسف مهران، أنا أساسا من سوهاج بس ساكن في الطلبية، ونازل ننتخب عشان البلد تكتمل، عشان البلد تكتمل والاستثمارات بتاعت مصر تيجي، لأن في بلاد مش مقطعانة من الاستثمارات عشان خاطر مجلس الشعب. الناس اللي لسه ما نزلتش لازم تنزل وتقول رأيها بما يرضي الله، بما يرضي الله. سيبنا من قصة الفلوس والناس بتقول في فلوس ومش فلوس والكلام ده، هو صوت أمانة، دي شهادة قدام ربنا. الناس تنزل تقول رأيها للصالح، للناس الصالحة اللي هي شايفاها إن هي صالحة، مش الفلوس، مش الموضوع موضوع فلوس ولا فلوس ولا حد بيد حد فلوس. والله انا اتمنى الناس كلها تنزل بجد، اللي احنا والله العظيم كلنا لازم ننزل عشان خاطر البلد دي بجد. والله بكلم انا شباب ايه حوالين مني كلهم صحابي، وكلهم كل دول صوتوا، كلهم انتخبوا، كلهم نسبوا، نزلوا بدون اي مقابل، بعيد عن الكذب واللي يقول لك ان احنا بناخد فلوس والكلام ده كله كلام فاضي. واحنا والله نازلين ننتخب الناس، هم 4 مرشحين عندنا محترمين والله، والله محمد علي او سواء شلتوت او القصاص او اي حد، كل الناس دي محترمه، واحمد سميح، كل الناس دي محترمه والناس دي بتخدم، واحنا نازلين ننتخب بدون اي مقابل، نجرب الدنيا هتمشي ازاي. لكن طول ما احنا بنعطل وطول ما احنا واقفين، طول ما البلد هتخرب، وخليكم قاعدين واسمعوا كلام الاخوان، كل دول شباب هقول لكم، كل الناس حوالين منكم، كل الناس نازله باحترام ونازله بمزاجها، وهنا الناس كلها محترمه، الجيش محترم، الناس دي كلها محتاجه المايه اللي قطعه والمايه اللي بتيجي بمجاري. احنا بنتمنى الخدمه للناس، الاهالي الطلبيه، كل اهالي الهرم، الخدمه بتاعت الميه وبتاعت الكهرباء، ان الدنيا عندهم خراب بس. وانا بتمنى اللي احنا رشحنا الناس عشان الناس دي تخدم الناس دي كلها، وكل دول شباب وكل الناس دي هتنتخب. والله بقول لهم حرام عليكم وما تضيعش حقكم في البلد، واعمل اللي عليك وانزل ان شاء الله بدون مقاطعه، انزل وربنا يبارك لك ان شاء الله، ويودي يعني للصوت ده امانه، امانه، والامانه ان شاء الله هتسير عليها يوم القيامه، ولازم ينزل ويعمل اللي عليه والباقي بتاع ربنا. احنا بنتمنى الصالح، وربنا يصلح حال البلد وحال الناس كلها، ويسعد الناس كلها، ويفرج على الناس كلها ان شاء الله بدون مقاطعه.